أهلا وسهلا بكم مجددا مشاهدينا الأعزاء، ونواصل أيضا الحديث حول التفاصيل في هذا البرنامج، حيث في الوقت الذي تتواصل فيه الأعمال القتالية في منطقة الشمال وفي قطاع غزة، تشهد البلدات العربية حربا بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، هي حرب العنف والجريمة التي تسجل ارتفاعا لا يستوعبه العقل بعدد القتلى والمصابين والجرحى، إذ لا يمر يوم واحد تقريبا دون تسجيل جريمة أو أكثر في بلدة عربية. عن هذا الموضوع وسبل مكافحة تفشي العنف والجريمة في المجتمع العربي نريد الحديث مع المحامية راوية حندقلو، مديرة غرفة الطوارئ لمواجهة الجريمة والعنف في اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية. مساء الخير. أهلا، مساء النور شيماء لك ولجميع المشاهدات والمشاهدين. كيف تقرأين هذه الأعداد، أعداد القتلى ضحايا الجرائم؟ يعني في الحقيقة شيماء، قبل أن أخوض بموضوع موضوع الجريمة والعنف في المجتمع العربي، بما أنه ذكرتي موضوع الحرب، يعني المجتمع العربي موجود بحربين، فأيضا البلدات العربية في الشمال، ويعني في يوم غد شهر يعني كان في حالة قتل امرأة بسبب صاروخ، فيعني احنا بحرب مضاعفة، حرب خارجية وحرب داخلية من قبل منظمات الجريمة ومن المجرمين، فيعني كيف الكل شايف وعارف بمجتمعنا العربي، فكل يوم هناك يعني بجميع البلدات العربية تقريبا كل انواع او انواع متعددة من انواع الجريمة، هناك اطلاق نار، هناك قتل ببعض البلدات، هناك مصابين، هناك قتلى، هناك يعني انتهاك للحيز العام وللحيز الخاص. فلذلك عندما يعني نتحدث عن العدد، وعاده نقول 219 قتيل من بدايه سنه 2024، فهي يعني مع صعوبه الرقم ومع صعوبه العدد، الا اننا نقول انه يعني الحقيقه هي اصعب، وهي يعني نحن بحاله يعني اشد بؤس مع صعوبه الرقم 219. في يعني صباح اليوم تم اطلاق النار على سياره رئيس بلديه راها، كمان كان قبل باسبوع محاولات يعني 8 قتلى بيومين، فبفكر يعني القراءه تقول انه حاله الجريمه هي يعني حالة تصاعديه، كل مره بنقول هناك تم انتهاك الخطوط الحمراء، لكن لا يوجد خطوط حمراء من زمان، يتم المس بشكل دائم بأطفال، بصغار، بنساء، بالحيز العام، بالحيز الخاص، فجميعنا اليوم كمجتمع عربي نعيش تحت سيطرة منظمات الجريمة. نعم، كما قلت هي أيضا تطال أيضا يعني منتخبي الجمهور، أيضا رجال تربية وتعليم، يعني الحادثة الأخيرة التي كانت في باقة الغربية مع مدير مدرسة. صحيح، يعني كما قلنا وأقول دائما أنه عندما يقتل شخص أو يتم تهديد شخص أو الاعتداء على شخص، فهو ليس اعتداء شخصي على الشخص نفسه، واعتداء على مجتمعنا ككل. يعني ما حدث في باقة الغربية هو يعني ليس شخصا، ليس فردا، انما هو انتهاك على للتربيه، للتعليم، للاطفال، للاولاد والشباب، وهي رساله واضحه من يسيطر على الحيز العام اليوم ومن يدير المجتمع العربي. لذلك انا اقول بكل مقتل شخص من ابناء مجتمعنا، من الجيدون والجيدات، من ابناء وبنات مجتمعنا، هي قتل مجتمع كامل، وجميعنا ندفع هذا الثمن. بس هيك شيماء، يعني علشان يعني يوم غد 20 الشهر ايضا هو اليوم العالمي لحقوق الطفل، وانا اقول انه يعني اي طفوله يعيشها اطفالنا في المجتمع العربي، خوف، عدم استقرار، ما نعيش في شمال البلاد، يعني هو ككل، لكن بالاخص بشمال البلاد يعيش يعني حاله من صفارات الانذار الغير متوقعه دائما، عدم امان، اطلاق النار وحالات القتل. في تقرير اعدته غرفه الطوارئ لمواجهه الجريمه والعنف، نحن نتحدث بالخمس سنوات الاخيره عن مقتل 75 طفل، نتحدث عن 1750 طفل عربي يتيم بسبب حالات القتل وحالات الجريمه في مجتمعنا العربي باخر ما يقارب العشر سنوات. وإذا تحدثنا يعني عن دائما أقول عن يعني الخط الأحمر بهذا التقرير الذي يبينه، إنه هذا الجيل الطفولة أو الأطفال ما دون سن 18 يعني بتطلعوا على الأشخاص من منظمات الجريمة أو المجرمين
كمثال يحتذى به. فيعني بفكر هون احنا كلنا كمجتمع المفروض نقوم على رجلنا ونقول اذا يعني جيل الطفولة اللي هو جيل المستقبل، الجيل الشبيبي بالاكثر اللي هن ما بين جيل 6 و 18 وجيل 10 و 12 سنة، هاي المثال تبعهم، فنحن في ضائقة. لذلك عندما نتحدث دائما عن الأرقام علينا أن يعني نتعمق أكثر بالصورة العامة تبعت الأرقام وما يقف أو ما وراء هذه الأرقام. بعد هذا التقرير يعني وهذا التشخيص أيضا والبحث، ماذا تفعلون أنتم في غرفة الطوارئ لمواجهة هذا الحال السيء؟ يعني من الجدير بالذكر أن غرفة الطوارئ لمواجهة الجريمة والعنف أقيمت في بداية سنة 2024، وهي جاءت كخطوة من قبل اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية، يعني بعد يعني التصريح عن حالة طوارئ كانت بشهر 9/2023، كان هناك حالة تصاعدية من حالة الجريمة. إذا يعني نتذكر شيماء ب 9/2023 كان 29 حالة قتل، فتم الإعلان عن حالة طوارئ بالمجتمع العربي، وتأتي غرفة الطوارئ لأن تكون جسم وثقف يبني البنية التحتية من أجل يعني كمان خطوات بمجال السياسة وكما وأيضا تنظم المجتمع وأيضا تغيير الرأي العام وأيضا بكل ما يخص البحث والمعلومات، أن نكون الجسم اللي بيجمع ويعمل البحث ويحافظ على سردية الجريمة والعنف. ومهم الذكر أنه نحن يعني جميعا كمجتمع عربي أنه نحن اليوم تحت حكومة يعني لا ترى وتتجاهل ما يدور بالمجتمع العربي، ويعني اللي راقب شوي الأخبار بيعرف أنه مؤخرا بالشرطة قائد العام للشرطة حكى عن معطيات في انخفاض الجريمة بالمجتمع ككل ونجاح الشرطة بالتعامل بالجريمة، وهذا استهزاء أيضا بالمجتمع العربي وبالحالة اللي إحنا موجودين فيها، ويعني عدم مواجهة الشرطة لفشلها في معالجة أو في محاربة. لما احنا بنحكي عن الشرطه هي محاربه الجريمه والعنف وليس معالجه، وتعود الى دورنا في غرفه الطوارئ. كما ذكرت نحن جسم اقيم يعني اطلق واقيم تحت اللجنه القطريه لرؤساء السلطات المحليه. ما نقوم به اليوم هو ببناء بنيه تحتيه من اجل الشراكات، من اجل محاوله ايجاد حلول للسلطات المحليه وتعزيز قدراتها على التعامل مع حاله الجريمه والعنف. كل ما يدور بالكنيسة مقررات الحكومة متابعته وتعميم أوراق موقف وإعطاء الرأي تبعنا كمندوبين عن المجتمع العربي وكممثلين للمجتمع العربي. نحن نتحدث عن تنظم للمجتمع العربي، بداية بناء نموذج مع مؤسسات المجتمع المدني العربي في بداية لتنظم هذا المجتمع. يعني نحن يعني هذا مشتر لما بنطلع من مظاهرات لا يخرج الآلاف من أبناء مجتمعنا، حتى بموضوع الجريمة والعنف اللي هو الموضوع الحارق اليوم بالمجتمع ولا شيء ثاني. وهذا يدل أننا نحتاج إلى تنظم من جديد في مجتمعنا العربي، وأيضا كل يعني مسار الضغط على الحكومة. نحن لا نعول كثيرا على الحكومة الحالية، ومع ذلك لا نتنازل أبدا عن دور الشرطة وعن دور الحكومة في أخذ دورها الفعال ومسؤوليتها اولا قبل اخذ الدورة، دور المسؤوليه والدور الفعال في مواجهه الجريمه والعنف. فكل الخطوات مع بعض والمسارات مع بعض نحن نعمل عليها بشكل متوازن. نعم، في سياق الحديث عن العمل البرلماني، أنتم أيضا تتابعون قضية تشريع القوانين المتعلقة بالجرائم، لو تحدثين عن ذلك أكثر. صحيح، يعني بالفترة الأخيرة من أو بالسنتين الأخيرة لكن أكثر بعد 17 من يراقب اللجنة الأمن القومي أو الأمن الداخلي، كل واحد وتسمياته لهذه اللجنة، بيشوف إنه في هناك سلسلة من القوانين يحاول بن كبير وآخرين من تقديمها ومحاولة هيك اقتراحها اللي فيها وكأنه بذريعة الجريمة والعنف من اجل يعني يدعون من اجل محاربه الجريمه والعنف. لكن في طيات هذه التعديلات او هذه الاقتراحات هناك مس بحقوق المواطنين العرب والمواطنين عامه باسرائيل، فهي تهدف الى يعني زياده ساعتذر استعمل الكلمه بالعبراني شيتورياتر، يعني هناك شرطيه زائده او عسكريه للشرطة اتجاه المواطنين العرب.
هناك استعمال محاولة ربط موضوع الإرهاب بموضوع الجريمة والعنف، وهذا ما نرفضه تماما كمجتمع عربي. وهناك أيضا خصوصات أخرى مثل قانون تطبيق محاولة أو اقتراح على تطبيق الإنفاذ البلدي والشرطة البلدية، التي من شأنها أيضا أن تمت يعني بتطور منظومة تطبيق القانون البلدي. وإذا تحدثنا عن الكنيست ولكن ليس عن التشريعات، يعني اليوم ونرى يعني بدي أربط موضوع كمان الكنيست بموضوع اليوم كان على طاولة لجنة الأمن الداخلي، هو موضوع شيماء. يعني نحن باللجنة الكفرية وأيضا غرفة الطوارئ منذ أشهر نحاول أن نضغط على يعني وزارة الداخلية وجميع الوزارات بأهمية حماية ممثلي منتخبي الجمهور في السلطات المحلية وموظفو الجمهور في السلطات المحلية. يعني تقريبا بشكل دائم نرى هناك رؤساء مجالس من رؤساء سلطات محلية مهددون، موظفي جمهور يتم أيضا المس بسلامتهم وسلامة عائلاتهم، ولن يكون هناك أي تحرك. لكن بعد محاولة إلقاء قنبلة على بيت رئيس الحكومة، اليوم كان في جلسة طارئة بهذا الموضوع، يعني دخلنا على يعني كل جزء من اللجنة، وعندما بدأوا بالحديث من بداية الجلسة حتى آخرها حتى لم يسمحوا للجميع بالتحدث، كان النقاش فقط بسياق العنف السياسي وما يخص التحرير وربطه بالإرهاب وربطه بمس برئيس الدولة، ولم يكن هناك أي محاولة حتى لذكر موضوع ما يمر به رؤساء السلطات المحلية العربية من المس بحياتهم والتهديد على أمنهم وعلى حياتهم، وكأننا نحن بعالم موازي ومختلف تماما، وكأن الموضوع لا يمس بالديمقراطية أصلا كل ما يحدث معنا كمجتمع عربي. بخصوص الأنشطة التي تخططون لها، يعني كيف تتأثر هذه الأنشطة بالوضع الراهن من حيث الميزانيات راوية؟ يعني نحن ليس جسم حكومي، لكن مهم نذكر انه اذا القصد كان عن السلطات المحليه، فمن اول شيء يعني هي كمان وصله على الحكومه اللي احنا موجودين فيها. يعني نتحدثنا عن بن جبير وعن وزاره بن جبير وكيف تتجاهل وتستهزئ بموضوع الجريمه والعنف وتحرض وتستعمل للتحرير. ايضا وزاره الماليه تستعمل الجريمه والعنف لتقليص ميزانيات المجتمع العربي وللسلطات المحليه بحجة الجريمة والعنف. هناك خطط حكومية، يعني أخص بالذكر 549 التي يعني أقرت لمواجهة الجريمة والعنف. فهذه خطة حكومية فيها يعني عدة وزارة وعدة أنشطة، جزء منها يجب أن يكون عن طريق السلطات المحلية، وهذا يعني جزء من الميزانيات لم تره السلطات المحلية، وجزء جوهري من هذا البرنامج أو من هذه الخطة الحكومية وبرامجها لم ينفذ، لأنه كان هناك قرار بتفريغ، قرار مخفي بتفريغ هذه الخطة الحكومية من جوهرها، لأنها أيضا كانت تابعة أو أقرت على أيدي الحكومة السابقة، وكان عندما كان أيضا المجتمع العربي جزء من الائتلاف، وكان له قد يكون التأثير على ما يدور. واليوم نحن في سياق سياسي آخر، كل ما نقوم به يعني سياسي آخر كمان من ناحية حكومية، من ناحية تأثير. وللحرب يعني جاء يعني وصعب الوضع وأعطى شرعية للمس بالمجتمع العربي بطريقة اللي يعني نحن يعني دائما بنقول السرعة اللي بيستعملوها واستعمال الحرب لمحاربة المجتمع العربي وبذرع مختلفة مثل الجريمة والعنف ولا محاربة الجريمة والعنف، يعني هي الشيء الخطير اللي نشهده في هذا في هذه الحكومة. نعم، المحامية راوية حندقل مديرة غرفة الطوارئ في اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، كنت معنا ببث مباشر عبر تطبيق الزوم. شكرا جزيلا لك. شكرا لك شيماء، يعطيك العافية. ومشاهدينا الأعزاء، نخرج الآن إلى فاصل قصير ثم نعود بعد قليل، ابقوا معنا.